النهارده جاي اكلمكم عن جانبين، الجانب الطبي والجانب التغذوي في علاج النزله المعويه. في الفيديوهات اللي قبل كده كنا اتكلمنا عن الجانب الطبي فقط، لا النهارده بقى هنتكلم، هنعيد بشكل سريع كده ونتكلم عن الجانب الطبي والجانب التغذوي في علاج النزله المعويه. اول حاجه هنتكلم فيها البرزنتيشن. ما نتكلم عن البرزنتيشن نقدر نقول علشان نفترض ان في نزله معويه لازم يكون هناك اسهال، يبقى اول عرض لازم يكون فيه اسهال، قد يكون مصحوب مع الاسهال قيء او مغص او سخونيه، قيء ومغص وسخونيه. لكن العرض الاولي اللي نقدر نحكم بيه على النزله المعويه ان يكون فيه اسهال، قد يكون مصحوب مع الاسهال قيء ومغص وسخونيه. يجب بعد اخذ الهستوري بتاعه المريض اول حاجه نعملها ابدومينال اكزامينيشن، واهم شيء الاكسكلوجن اوف اكيوت ابدومين. ليه بقى يا دكتور احمد؟ علشان نتاكد انها مش مشكله جراحيه. طب ايه الاسباب بقى بتاعتنا يا دكتور احمد؟ الاسباب بتاعتنا بكل بساطه قد تكون عدوى بكتيريه او عدوى فيروسيه او طفيليات في الامعاء. تعالوا نمسك واحده واحده ونتكلم ايه الفرق ما بينهم وايه العلاج اللي بنستخدمه معاه، وبعد كده نتكلم عن النظام الغذائي اللي احنا ممكن نستعمله في حاله النزله المعويه علشان نستفيد استفاده قصوى. اما نيجي نتكلم عن العدوى الفيروسيه، خلونا نقول ان اشهر سبب للنزله المعويه سخونية بسيطة والمريض حالته العامة جيدة. طب العلاج بتاعه ده ايه يا دكتور؟ العلاج بكل بساطة هو كده كده اتحسن بعد اسبوع، لكن لا نحتاج ان احنا نستخدم المضادات الحيوية في العدوى الفيروسية الا اذا صاحبها عدوى بكتيرية. في هذه الحالة نستطيع ان احنا نقول بكل بساطة ان العلاج بتاعنا بس فقط بنعالج الاعراض وما بناخدش مضادات حيويه وهو بيتحسن في خلال اسبوع. ده بالنسبه للعدوى الفيروسيه. لما نيجي نتكلم بقى عن العدوى البكتيريه نقدر نقول ان المريض عنده سخونيه عاليه جدا والمريض حالته العامه غير جيده وكمان ممكن يكون في دم في البراز. طب يا دكتور ده بنستعمل معاه ايه؟ ده بنستعمل معاه مضاد حيوي. طبعا لازم نعرف ان هو برضه يتحسن في خلال اسبوع، بيحتاج مضاد حيوي زائد علاج للاعراض. طب بالنسبه يبقى احنا قلنا عنده سخونيه وعنده سخونيه، المريض حالته العامه غير جيده، بيبقى فيه دم في البراز، او ممكن ما يكونش فيه دم في البراز، يعني ديت موجب او سالب، يعني ممكن يكون فيه دم في البراز ممكن، لكن المريض حالته العامه غير جيده وفي سخونيه عاليه جدا. ده بالنسبه للنزله المعويه البكتيريه. ما نيجي نتكلم عن الطفيليات نقدر نقول ان ده بقى فيه اسهال ومغص بدون قيء او سخونيه، اسهال ومغص بدون قيء او سخونيه، احيانا بيكون في دم او مخاط، احيانا بيكون في دم او مخاط. التشخيص بنعرفه ازاي بالنسبه للطفيليات؟ بنعمل تحليل البراز، فحص البراز. بالنسبه للحاله دي بنحتاج علاج للديدان زائد علاج الاعراض. طب كده نلخصهم بشكل سريع عشان ما نتلخبطش. اول حاجه قلنا العدوى الفيروسيه، المريض حالته العامه جيده لكن عنده سخونيه، ده كده العلاج بتاعه احنا قلنا بيتحسن في خلال اسبوع ولا نحتاج مضاد حيوي وبنعالج الاعراض الاعراض فقط. اما بالنسبه للحاله البكتيريه، المريض حالته العامه غير جيده وفي سخونيه عاليه واحيانا بيكون في دم في البراز، ده بيتحسن برضه في خلال اسبوع، بناخد مضاد حيوي زائد علاج للاعراض. اما في حاله الطفيليات بنشخصها من خلال فحص البراز، قلنا بيحتاج علاج للاعراض زائد علاج الديدان. وبكده احنا عرفنا بشكل بسيط انواع، احنا قلنا في ثلاث انواع عدوى بكتيريه فيروسيه وعرفنا بنتعامل ازاي معاها في العياده. ده كده رقم واحد. ما نيجي نتكلم برضو على نقطة تانية، نتكلم عن الكومبليكيتد اور نوت. أهم حاجة يا جماعة في علاج النزلة المعوية علاج الجفاف، يعني أول حاجة لازم نفكر فيها أول ما البيشنت يجي لنا عيادة ويكون عنده مشكلة نزلة معوية لازم نعالج الجفاف. طب يا دكتور بنشخص حالة الجفاف إزاي؟ بشكل بسيط، المريض بيكون لسانه ناشف وجلده ناشف،
يعني ايه جلده ناشف يا دكتور احمد؟ جلده ناشف يعني اما تيجي تشد بطنه لبره بترجع بصعوبه لما تخش لجوه. فنقدر نقول ان هو عنده جفاف، يبقى لسانه ناشف، جلده ناشف، بيرجع بصعوبه لما تشده لبره. عند فحص قاع العين بنلاقي عينيه مشفوطه لجوه. يبقى قلنا كده بنشخص الجفاف ازاي؟ لسانه بيكون ناشف، جلده ناشف، بيرجع بصعوبه لما تشده لبره. المريض عند فحص قاع العين بنلاقيها مشفوطه، وعند السؤال عن كميه البول بتاعته بنلاقيها قليله عن المعادلات الطبيعيه بتاعتها. بالفعل اتاكدنا يا دكتور احمد ان هو عنده جفاف. طب في حاله الجفاف بنعمل ايه؟ بندي محلول رينجر لتصحيح نسب الاملاح. يلا بقى نتكلم عن المضادات الحيويه اللي بتتاخد في حاله النزله المعويه. لازم ننوه تنويه هام جدا، في جميع حالات النزل المعوي يضم مضاد حيوي، بندي مضاد حيوي فقط في حالة العدوى البكتيرية. وبرضو أغلب المراجع بتقول إن حتى لو ما خدناش المضاد الحيوي في حالة العدوى البكتيرية ممكن تتحسن الأعراض من 7 لـ10 أيام، وبالتالي لا داعي للمضاد الحيوي حتى في حالة العدوى البكتيرية إلا في حالة واحدة بس. ركزوا بقى معايا، الحالة الوحيدة اللي بنستخدم فيها المضاد الحيوي في حالة العدوى البكتيرية نقدر نقول عليها حالات الإسهال الدموي. يبقى نقدر نقول في حالة الإسهال الدموي نقدر فقط إن إحنا نستخدم نقدر فقط إن إحنا نستخدم المضاد الحيوي. أما في حالة العدوى الفيروسية لا نستخدم المضادات الحيوية، ومع الأسف بنلاقي دكاترة كتير جدا بتكتب مضادات حيوية في حالة العدوى الفيروسية. طب بقى إيه هو الدواء اللي بنستخدمه؟ قبل ما نتكلم عن إيه هو الدواء اللي بنستخدمه لازم نعرف إن أغلب حالات الجاسترو انترايتس أو النزلة المعوية نقدر نقول إن هي عادة بتكون مسببة بواسطة الجرام نيجاتيف بكتيريا. لما نيجي نتكلم عن الجرام نيجاتيف بكتيريا يعني افضل مضاد حيوي نقدر نستعمله اللي هو حاجات اللي فيها الماده الفعاله سيبروفلوكساسين. السيبروفلوكساسين ده موجود في من الادويه اللي موجوده زي مثلا السيبرو. معلومه في غايه الاهميه عن السيبروفلوكساسين، السيبروفلوكساسين او السيبروفار او السيبرو او ايا كانت المنتجات اللي موجود فيها سيبروفلوكساسين في اي مكان في العالم، بتتاثر امتصاصها بالألبان والأطعمة الغنية بالكالسيوم، لذا يفضل تناوله بعيدا عن الطعام أو الأطعمة الغنية بالكالسيوم. طب الجرعة بتاعته إيه؟ الجرعة بتاعته بكل بساطة بناخد قرص كل 12 ساعة، ممكن ناخده قبل الأكل بساعة أو بعد الأكل بساعتين. طب يا دكتور ده الجرعة بتاعتنا دي بناخدها لمدة قد ايه بالظبط؟ بناخدها لمدة 5 أيام. نتكلم بقى دلوقتي عن مضادات القيء. أشهر حاجة احنا ممكن ناخدها للقيء اللي هو البريمبران. البريمبران ده قرص بناخده 3 مرات يوميا، ده قرص بناخده 3 مرات يوميا حتى يتوقف الترجيع أو القيء. ده كده بالنسبة لمضادات الترجيع أو القيء. طب يا دكتور بقى بالنسبة لباقي الحاجات، بالنسبة للي عنده إسهال بناخد مضاد للإسهال. بس يا جماعة لازم نخلي بالنا قوي ان في حالات الاسهال الدموي لا نستخدم مضادات للاسهال. طب ايه هي الادوية اللي نقدر نستعملها في حالات الاسهال؟ بشكل عام نقدر نقول من اشهر الحاجات اللي موجودة نقدر نقول الاستريبتوكين. الاستريبتوكين او الانتينال الاتنين بيأدوا نفس الغرض. طب الجرعة بتاعتنا قد ايه في حالة الاستريبتوكين والانتينال؟ بناخد قرص 3 مرات يوميا حتى يتوقف الاسهال، ان احنا بيكون عندنا وجع للبطن. بالنسبة لوجع البطن اشهر حاجة احنا ممكن نستخدمها في حالات وجع البطن نقدر نقول اشهر حاجة يا جماعة ممكن نستخدمها لحالات وجع البطن اللي هو الاسبازمو سين، قرص 3 مرات يوميا حتى تتوقف التقلصات. يبقى احنا كده اتكلمنا عن مضاد للتقلصات، اتكلمنا عن مضاد للإسهال، اتكلمنا عن المضاد الحيوي، اتكلمنا عن مضاد للترجيع والقيء. كده يتبقى لنا اللي هو للسخونية. بالنسبة بقى للشخص اللي عنده سخونية ده بنتعامل معاه ازاي بقى يا دكتور أحمد؟ بشكل بسيط نقدر نتعامل مع حالات السخونية إن احنا بنديها حاجة اسمها البارامول تابلت. البارامول تابلت ده بناخد قرص 3 مرات يوميا في حالة وجود سخونية زائد كمادات المية الباردة. يبقى كمادات المياه البارده في حاله السخونيه بناخد كمادات مياه بارده،
زائد قرص من البارامول 3 مرات يوميا. فلازم نخلي بالنا من النقطة دي. أو بالنسبة لمريض الكبد، الحاجة الوحيدة اللي احنا بنستخدمها معاه اللي هو الهيبامول تابلت. وبكده نكون خلصنا الأدوية اللي احنا بنستعملها في حالة النزلة المعوية. طب ايه النظام الغذائي يا دكتور؟ ايه النظام الغذائي اللي احنا بنتبعه في حالات النزلة المعوية؟ بنستعمل نظام اسمه نظام بريت. نظام بريت ده نقدر نقول بكل بساطة مكون من 4 أحرف. لو جينا مثلا وليكن بصينا لحرف البي، هنقول البنانة الموز. حرف الار اللي هو الرايس اللي هو الرز. حرف الاي اللي هو الابل اللي هي التفاح. حرف تي اللي هو تي او التي اللي هو الشاي او التوست. يبقى كده بشكل مختصر. يبقى ما نيجي نتكلم عن النظام الغذائي المتبع في حالات النزلة المعوية، نقدر نتكلم عن نظام بريد. نظام بريد ده اللي هو عبارة عن الموز والتفاح والشاي والأرز أو العيش المحمص. ده كده بشكل بسيط. لكن لازم ننوه برضو عن نقطة مهمة جدا، اللي هي إن إحنا لازم نعالج الجفاف، إن إحنا نشرب كميات من السوائل من شرب المية. طبعا لما نتكلم عن المية، 70% من الجسم بتاعتنا مية، هو أصلا بيبقى عنده نقص فيها نتيجة لهذا الجفاف، فإحنا محتاجين نشرب كميات مية كبيرة، زائد العصاير باستمرار لمنع حدوث الجفاف وعدم التوازن في الأملاح. وبكده نكون اتكلمنا عن النظام الدوائي والنظام الغذائي المتبع في حالات النزلة المعوية. بالنسبة لجميع الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي وانت وصلت حتى الآن، يعني ما تنساش ان انت تدعمنا عن طريق الاشتراك في القناة لو انت دي اول مرة ليك، واضغط لايك عشان تشجعنا ان احنا نكمل. يا ريت او حط نقد بناء بحيث ان احنا نطور من نفسنا بشكل مستمر. شكرا ليكم. كان معاكم الدكتور احمد عطية دهشان. دمتم بصحة وعافية.